الخريطة هذه مهمة جدا، ترجع لسنة 1931. هي صحيح خريطة لباريس، لكن لها علاقة وارتباط بالتاريخ الليبي مهم جدا. كانت تعطى إلى جانب التذكرة مع الكتيب هذا، والكتيب هذا كذلك يعطي فكرة كويسة جدا على سنة 1931 وما قبلها من الأحداث، ولها صلة ب المعرض الدولي الأبرز للمستعمرات اللي اندار في باريس، وشاركت فيه كل القوى الاستعمارية. يعني مثلا كان فيه بريطانيا، هولندا، الدنمارك، فرنسا طبعا، بلجيكا، ربما ذكرت بريطانيا، أمريكا إلى آخره. وكانت القوى الاستعمارية تتباهى بمجدها وقوتها وتوسعها، وإيطاليا شاركت باسم ليبيا في ذلك الوقت. وكان معرض من الناحية الجمالية صرفت عليه، حقيقة جميل جدا من الناحية الجمالية، وصرفت عليه إيطاليا الآلاف المؤلفة من الليرات وسنتين من الإعداد لهذا المعرض. أهلين ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فسيفساء. الحلقة هذه عن الهوية البصرية الليبية من خلال اللوحات والرسومات للغربيين عموما والإيطاليين على وجه الخصوص. خليني أوريكم حاجة. البوستر هذا وهالبزية من إنتاج EINT اللي مختصرة لإنتي نازيونالي إيطاليانو بيريل توريزمو، أي المجلس السياحي الإيطالي، واللي غالبا نلقوا الشعار متاعهم زي هذا على البوسترات. هذه البوسترات شاركت بهم إيطاليا في المعرض الدولي للمستعمرات سنة 1931، وأقامت في هذا المعرض الدولي جناح كامل لليبيا كدولة مستعمرة من قبلها طبعا. وهذه الخريطة تبين أماكن تواجد الدول اللي شاركت في المعرض، وهذا مكان إيطاليا في المعرض اللي كانت واجهته مستوحاة من أعمدة مدينة لوبدا. في داخلها عرض لليبيا، وهو المكان حقيقة الأبرز في العرض. لاحظوا معي اللوحة عن مدينة غدامس بحجم منزل حقيقي، واللوحتين الثانيتين في الصورة، وكذلك اللوحات المائية أو الكرتولينات اللي تكلمنا عليهم في حلقات سابقة المعروضة كذلك. وعلى فكرة كان فيه كذلك جزء للصومال الإيطالية وجزء لأريتريا بحكم أنهم كانوا مستعمرات إيطالية. المهم، أول ما تدخل للمعرض كانت تعرضك النافورة البدوية اللي مبلت، هيك كانوا يسموه فيها بدوين فاونتن، واللي كانت مبنت على هيئة قبة مرابط، ووضعت خيمة كذلك بالداخل. كيف تكون شن اسمه ليبيا بدون صورة الخيمة؟ وهذه هي الهوية البصرية اللي بنحكي لكم عليها بعدين، واللي احنا نتكلم عليها في عدة حلقات على فكرة في المدخل. وكان فيه طبعا مطعم لعرض الأكلات الشعبية الليبية، وكان الكسكس هو أبرز المعروضات في ذاك الوقت. به علاش أني نحكي على المعرض الدولي للمستعمرات أو ما يسمى بالفرنسية إكسبوزيسيون كولونيال إنترناسيونال اللي اندار في باريس زي ما قلنا سنة 1931، واللي شاركت فيه دول مستعمرة كبرى من ضمنها الإيطاليين. وهذا طبعا اللي يهمنا. وقبل ما نخش في التفاصيل خلوني نقول إيطاليا عندها خبرة في إدارة المعارض في حجم كبير تحت إدارة إيميليو دوبونو. إيميليو دوبونو اللي تعرفوه طبعا الحاكم العسكري اللي حكم أطرابلس، واللي هو نفسه اللي أنشأ المعرض الدولي سنة 1927، المعرض الدولي اللي لتوى في شارع عمر المختار لتوى نزوره فيه، بغرض طبعا الدعاية التجارية للمستعمر الإيطالي. ايه المعرض الدولي حنتكلموا عليه، حنجيبوا عليه، حنتكلموا عليه الانجازات اللي داروها والعمارة اللي اندارت في طرابلس من قبل الإيطاليين، وكذلك العمارة العثمانية قبلهم. ولكن اللي همنا هنا هو
الموضوع هذا متاع المعرض. واللي ما يعرفش طبعا دوبونو هذا الحاكم العسكري لطرابلس ما بين 1925 و1929. المهم اللي يهمنا هنا مش المعرض في حد ذاته، وإنما يهمنا بدرجة أولى الفن المصاحب لهذه البروباغاندا. صح هنقول بروباغاندا هلبة من هنا وجاي، لكن حتعرفوا السبب. كيف كانت صورة متاع ليبيا والليبيين في هذا المعرض؟ كيف كانت تتصور فينا إيطاليا؟ كيف كان الغرب يتصور فينا؟ وهذا التصور مستمر حتى اليوم. يعني بصورة أو بأخرى، المهم بالنسبة لي هو الهوية البصرية الليبية وكيف تجسدت من خلال الصورة النمطية اللي كونها المستشرق علينا. ومن بعد وعلى فكرة هذه عكست علينا حتى احنا، واللي يحب يعرف الاستشراق والعالم هذا يقرأ كتب إدوارد سعيد، من أروع الكتب عن صحيح هو يتكلم عن الشرق، دول الشرق الأوسط آخره، لكن هذا ينطبق علينا كذلك. المهم، ومن بعد البروباغاندا الاستعمارية والأنظمة المتتابعة على ليبيا، كيف يعني الصورة البصرية هذه تجسد وترسخت أكثر وأكثر مع الوقت، وكيف وصلنا للي وصلنا إليه اليوم من مسخ يعني هوياتي، وكيف كانت تصورنا احنا على أنفسنا ولا زال. المهم، خليط مشرقي عروبي، بقايا استعمار الإيطالي، هذا طبعا يبي حلقة بروحه، ولكن هذا تمهيد كويس لفهم هذا الموضوع. وعلاش في سنة 98 قام شعار مهم جدا اللي هو شعار التلييب، أي الاهتمام بليبيا والأمة الليبية والثقافة الليبية، وزي ما دار التونس ديما شعار التونسة، وعلاش هذا الشعار ما نجحش إلى آخره إلى حد ما، مع أن فيه ناس اليوم متحمسين لهلبة الموضوع هذا، اللي هو الشعار هذا اللي داره عبد الحميد البكوش رحمه الله رحمة واسعة، اللي كان آخر أو ما قبل آخر رئيس وزراء ليبيا، واللي بالمناسبة يوم 5 سبتمبر كان آخر يوم لفترة رئاسة الوزراء متاعه. المهم، عودة لموضوعنا، وجب القول أن الأرشيف الإيطالي مليء، يعني حقيقة مليء باللوحات والصور والمقالات، لكن خلال فترة إقامتي وإجرائي للبحوث في إيطاليا ما يكذبش عليكم أصابتني خيبة أمل كبيرة. يعني إيطاليا تدير بلادها بطريقة عشوائية غريبة جدا. إيطاليا أو الإيطاليين ومؤسساتهم يعني زي ما نقول لكم عالم ثالث في أوروبا. تعرفوا من الصعوبة بمكان الوصول لأي معلومة، وطبعا الأصعب منها أنك تحصل منها مثلا نسخة ولا تصورها ولا تديرها سكان إلا طبعا بمعارف، بمعارف الدنيا كلها تنفتح عليك، وهذا طبعا تعريف العالم الثالث. باختصار، إيطاليا دول من دول العالم الثالث حظها أنها لصيقة بأوروبا فقط، وإلا هي غارقة في التخلف. هنا تشوفوا في صورتي أبحث عن تاريخ ليبيا من خلال الأرشيف الإيطالي، والصورة هذه من داخل سوشايتا جيوغرافيكا إيطاليانا أو الجمعية الجغرافية الإيطالية، واللي وجدت بها الكثير من النفائس. كان هذا سنة 2007، حتى كنت مقيم في إيطاليا سنة كاملة ندير في رسالة الماجستير في ذاك الوقت، وكذلك استغليتها في البحث والتنقيب يعني في الموروث الليبي. وعلى فكرة مؤسسة توالت تملك أرشيف الكثير من الرسومات، بل حتى بعض اللوحات والرسومات اللي تعود لفترة هذه عن ليبيا، واللي تم تجميعها من أشخاص أو من محلات بيع الأنتيكات، يعني اللي تصب جلها في الشخصية الليبية والتاريخ الليبي. وهذه نماذج أخرى منها، يعني حاولنا نجمع اللي نقدر عليه كمؤسسة، لكن طبعا مؤسسة غير ربحية وغير نفعية وما لهاش دعوة من الدولة، عفوا ما لهاش دعم من الدولة، من الصعب جدا أنك أنت تمتلك كل هذه الأشياء. وربما تشوفوا من خلفي اللوحات هذه حتى هي ترتبط بهذا الشيء. وعلى أي حال سوف أتحدث عن الرسم فقط هذه المرة، بما في ذلك المنشورات الدعائية ورسومات في الصحف والجرائد، يعني بما هي كونت الصورة النمطية عن ليبيا لدى الغرب.
مش حنتكلم عن النحت والنحاتين اللي قاموا بأعمال مهمة في ليبيا، ونوعدكم ندير عن النحاتين حلقة بروحهم، من أمثال أنجلو فانتيني اللي فاز في مسابقة ومتاع النافورة متاع ميدان الغزالة اللي للأسف الآن أصبحت بعداد المفقودين، وهي على فكرة داروا منها أربعة، وهي اللي وهو اللي عنده نحوت أماكن أخرى في الواقع. منحوتة الغزالة مش الوحيدة اللي اختفت من عالم الوجود من أعماله، لكن النحوتات أخرى اتنحت حتى قبل ما بداية الاستقلال، وبعضها هدموها الناس اللي أخذوا العمارات اللي فيها نحوتات وإلى آخره. وزي ما قلت لكم موضوع النحوتات هذا عالم بروحه. وبعدين الشخصية المهمة والمغمورة للنحات العالمي ميليو كورسو مافيرنا اللي خلنا منحوتات قمة في الروعة تجسد كل أطياف المجتمع الليبي، واللي تشوفوا فيه من منحوتات صنعها سنة قبل المعرض الدولي للمستعمرات المقام في باريس هذا متاع سنة 1931 اللي تكلمنا عليه قبل شوية، واللي طبعا المنحوتات هذه فيها الأمازيغي، فيها المكون العربي، فيها خوتنا التب وأمازيغ الجنوب من التوارق، أو كذلك النحات جوفاني فاريلي اللي عنده منحوتات قمة في الروعة سماها تيتو باربري، يعني رأس البربري أو كذا. أيضا المنحوتات حتى هي زي ما قلت لكم مش موضوعنا، وهذا حنديروا له حلقة عن المنحوتات والنقوشات في كل أرجاء ليبيا ابتداء من أجدادنا الأولين جدا، والمنحوتات اللي خلوها لنا على الأثار إلى المنحوتات والنحاتين الليبيين المعاصرين. وهذا وعد مني. الإيطاليين استعانوا هلبة بالرسامين والنحاتين والمصورين والمهندسين حتى السينماتوغرافيين باش يكونوا هوية جديدة لمستعمرتهم ليبيا. زارها وعاش فيها فنانين عالميين زي ما بنشوفه، ورسمها ورسم عنها لوحات موجودة في متاحف عالمية اليوم، وبعضها معروض للبيع في كل مكان. حتى اليوم تلقوا معروضات لهؤلاء الرسامين تباع حول العالم. زي ما قلنا مؤسستنا قامت بشراء ما استطاعت شراءه، والباقي نتمنى الدولة تقيم هيئة أو مؤسسة تهتم بهذا الشيء. نلقوا زي ما قلت لكم لوحات هلبة رسمت عليه ليبيا، زي هذا قبل طبعا الفترة هذه اللي نتكلم عليها، زي بير في تاجورة، وهي تقريبا اللوحة الأقدم اللي وصلتنا عن فنان زار وعاش في ليبيا، وهذه كانت سنة 1852، يعني نقصد لوحة زيتية لرسام من النمسا باسم جون مارتين برنارت. طبعا إن شاء الله يكون نطقي صحيح للغة الألمانية، لأني يرحم من قرر ورا في الألماني صحيح. هو على فكرة هو نمساوي لكن في النمسا طبعا يتكلم ألماني. هو مش من إيطاليا لكن كان يعمل لصالح ملك إيطاليا وبطلب منه، وحنا مش حنتكلموا على لوحته واللوحات الثانية من اللوحات هلبة اللي تتسمى illustrations والنقوشات والهاتشينج والآخره، هذه سبقت حتى التاريخ هذا. وهي هلبة حقيقة تزين كتب ومخطوطات، ولكن كلوحة موجودة في متحف هذه حسب علمي هي الأقدم واللوحة الزيتية. وفي طبعا لوحات لأحمد أعمدة الاستشراق الإيطاليين، يقال لشخص ليبي اللي هو سيزارو بيسو، وهو قبل الاحتلال الإيطالي لليبيا كذلك حوالي 1880، ولكن في الغالب أنها غير صحيحة كونه لم يعرف، وأن الملامح الليبية والطاقية الليبية والشنة والآخره، لكن ما نعرفوش حسب سيرته، وأني قريت سيرته وتابعتها أنه عاش في ليبيا، لكن نعرف عليه انه هو عاش في المغرب. فهل الشنة هذه مثلا من المغرب وصورها في المغرب فتبان كأنها ليبية، والباحثين غلطوا ويحسبوها ليبي كونها ايطالي؟ الله اعلم. اي على اي حال، طبعا في لوحات في العهد العثماني الثاني راهو، وفي لوحات هلبة ورسامين هلبة اللي منبيش نطول الكلام عليهم. في لوحات في العهد العثماني الثاني هلبة، وهي مش موضوعنا كذلك هني، عن طرابلس وعن سكانها احيانا، زي هذه مثلا في متحف توكابي سراي، عن المدينة القديمة اللي تشوفوا فيها هادي، ولوحة الميناء من مقتنيات راسم باشا، وغيرها هلبة هلبة هلبة، يعني اللي ربما يعني من الأجدر الحديث عنها بانفراد. الحقيقة أنا درست جزء من الثانوية متاعي في تركيا في اسطنبول تحديدا في جولتابا،
وفي مدرسة اسمها جولتا في هذه اللي كنت نقرأ فيها. وفي تلك الفترة زرت أغلب المقتنيات هناك، وتمنيت ديما تكون فيه جهة في ليبيا تقوم بإحصاء، على الأقل إحصاء، مش لازم يشروا كل شيء، الأعمال الفنية اللي تتحدث عن ليبيا في المتاحف العالمية. للأسف من الاستقلال متاعنا لليوم ما استفدناش هلبة، يعني ما استفدناش هلبة من الأموال الضخة على ليبيا. وزي ما قلنا بالرغم من توفر المادة، نعطيكم مثال ببلدين فقيرين جنبنا، المغرب مثلا، خلال المصرف متاعهم المركزي كونوا مجموعة فنية مهمة جدا عن وطنهم، واللي جاء داروا منها متحف يجيب حتى في فلوس، يعني حتى الدولة لو اشتت هذه انفستمنت، هذه في السياحة وفي خيرها، والفلوس اللي طلعوها منها عشرات أضعاف الفلوس اللي صرفوها عليها، وحافظوا على هويتهم الوطنية من خلال إعادة صياغة الرواية السائدة عن الهوية المغربية. طبعا هي الهوية المغربية بين وبينكم حتى هي يشوبها الكثير وتحتاج للتصحيح، لكن الدولة المغربية قامت بالكثير في هذا الاتجاه، وعندها اعتزاز بدولتها وبثقافتها وتاريخها وكل ما مر عليها. وكذلك تونس والجزائر قامت منذ الاستقلال بنفس الشيء. الجزائر عندهم معرض رائع جدا للفنون والفنانين اللي عاشوا في بلادهم ورسموا عليهم وفنانين وطنيين. كذلك تونس، طبعا تونس ما تكلمش عليها، السياحة تعتبر عمود من أعمدتها. على أي حال، نتمنى أن دولتنا تقوم بلم شتات هذا الفن ووضع معرض مثلا عليه، وحتى غير إحصاء يا سيدي تو على طريق وزارة الثقافة وغيرها. على أي حال، عودة للرسامين الإيطاليين، يعني نعرف أن البروباغاندا الإيطالية كانت على أوجها في قمتها في وقت اعتلاء الفاشيست للسلطة من 1922. كان الغرض من هذه المعارض اللي شاركوا فيها أشياء كثيرة الحقيقة، عندهم هلبة أهداف من وراها. أولها إثبات جدارة إيطاليا، وهذا تكلمت عليه في حلقة الكارتولينات، كقوة استعمارية، إقناع الإيطاليين بجدوى المستعمرات، تشجيعهم على الهجرة للشاطئ الرابع اللي يسموه فيه اللي هو ليبيا، فتح بواب الاستثمار والتجارة للمستعمرة الجديدة. ومن هنا شاركت إيطاليا وجندت كل أنواع الفنانين والمهندسين، بل أفضلهم لهذه الغاية. قبل هذا المعرض شاركت إيطاليا حقيقة باسم ليبيا في معارض أنتويرب في بلجيكا سنة 1928، لكن ما كانت المشاركة بهذا السبب بهذا المستوى يعني اللي في فرنسا. وشاركت، هذا علشان اخترت هذا المعرض حقيقة، شاركت بصورة خافتة في يعني بسيطة جدا في المعرض بتاع البرتغال هذا. وفي إيطاليا نفسها قامت معرض استعماري كبير في مدينة نابولي سنة 1940، وكان الحضور الليبي في هذاك الوقت كبير، ومنه تأسس المتحف الإفريقي موزيو أفريكانو. فقط التنبيه بس أن نتكلم عن المسائل الاستعمارية وموقفنا من الاستعمار واضح، ما نبيش يعني نقعد نعود في روحي نتكلم على بشاعة الاستعمار وش ندار في ليبيا وش كذا. أهلي موضوعنا مختلف، حنتكلموا على بشاعة الاستعمار، حنتكلموا شو صار لأهلينا والفترة هذيك كلها، لكن اللي يهمني توني الهوية البصرية وكيف إيطاليا قامت بأعمال فنية. لا يجرم أنكم شان أنا قوم يعني الحقيقة بالرغم من بشاعة الاستعمار الإيطالي، لكنهم خدموا في ليبيا وداروا أشياء كثيرة جدا، مش لصالح الليبيين، لصالحهم هم، لأنهم هم يحسبوا روحهم بيقعدوا في ليبيا forever. لكن هذه أصبحت وثائق وشاهد عن التاريخ الليبي، وهي جزء من تاريخنا، زي ما الرومان مثلا خلوا مباني في ليبيا، زي الأغريق، زي غيرهم وغيرهم. فهذا كله يهمنا، هذا جزء من تاريخنا شئنا أم أبينا. المهم نتكلم عن القضايا المتعلقة بالفن وتوظيفها في الصحافة وفي الإعلام عموما، وكذلك الصورة عن إقليم طرابلس وبرقة وفزان كوجهة استثمارية وسياحية في المشروع الاستعماري الإيطالي. فهم هذا المعرض والمشروع فهم جيد، حيسهل علينا بعدين فهم مشروع بالبو في إيطالو بالبو في بناء طرابلس ومشاريع التنموية اللي لا زال الليبيين طبعا منبهرين بها ويتكلموا فيها، مشاريع اللي كان طبعا موجهة لتوطيد الوجود الإيطالي في ليبيا، وكذلك استجلاب وحتى الإيطاليين على الاستقرار في ليبيا. كذلك
وحقيقة نجاح هلبة 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 في استجلاب الاستثمارات الأجنبية، ونجاح في استجلاب الإيطاليين أنفسهم. تصوروا جو 500 ألف إيطالي الاستقرار في ليبيا بعد المشروع هذا بفترة وجيزة جدا يعني. المهم الفنانين اللي بنتعرضوا لهم كان بعضهم يشغل مناصب زي مثلا الحاكم العسكري في ليبيا، حاكم عسكري وفنان. بعضهم كان يشغل لصالح جرائد ومجلات إيطالية، بعضهم مرافق عسكري زي ما قلنا، بعضهم كان مجرد رسام ورحالة مارة لليبيا يشتغل لصالحه الخاص، بعضهم تاجر فنون ولوحات زي رافائيلو بالومو اللي كان عنده معرض في شارع حسونة باشا. شارع حسونة باشا هذا اللي متفرع من شارع الاستقلال، كان تاجر فنون وكان حقيقة اهتم هلبة بالفنانين اللي كانوا عايشين في ليبيا، ويعيد بيع هذه اللوحات وعرضها وإلى آخره، وكان حقيقة محله تحفة زي ما يحكوا عليه. كان رواد الفن من الشباب الليبيين من أمثال محمد البارودي الله يرحمه، علي جانا، الطاهر المغربي رحمهم الله، وعلي مصطفى رمضان، علي صلة ومقربة من هذا التاجر، وكان مصدر إلهام لفنانين ليبيين هلبة زي ما قلنا. وهذا كل هالفنانين الليبيين المعاصرين واللي توفوا غير بعد الاستقلال وغيره، واللي كونوا شيء جميل جدا على ليبيا، زي ما قلت لكم الفنانين اللي ذكرت أسمائهم وفنانين آخرين من مناطق أخرى في ليبيا، حنتكلموا عليهم ونديروا لهم حتى هم حلقة. المهم المجلات الإيطالية تعج حقيقة مليانة بالرسومات عن كل صنوف الحياة في ليبيا، وهني يبرز نوع من الرسومات اللي يتسمى هاتشينج أو النقش على الخشب بغرض الطباعة. وخلينا نخش في الموضوع ونوروا بعض الأعمال. نلقوا مثلا جوسيبي رونديني، فنان جرافيك إيطالي كبير اشتغل للعديد من الدول، ولكن له أعمال كثيرة على ليبيا، زينت العديد من الكتب، المجلات، الصحف. ما معروف هو حقيقة على النقش على الخشب، الهاتشينج هذا واتشينج، والنقوش اللي عليه الخشب معظم أعماله من على ليبيا الحقيقة، وكانت كلها ما بين 1907 و 1932. وعلى فكرة نلقوا أعماله في مجلة عند منها عددين ثلاثة بس في مؤسستنا، اللي هي ريفيزيتا ديلا كولونيالا إيطاليانا أو مجلة المستعمرات الإيطالية. نجد الكثير طبعا من الأعمال متاعها في المعرض الدولي هذا اللي أقيم سنة في طرابلس سنة 1932، وهو مصمم مجموعة من الطوابع البريدية، وهذا طبعا موضوع تاني، موضوع طوابع بريدية هذا احتوى بنجوه زي الغزالة، بيت الحاكم وغيرها، وهذه نماذج منها. طبعا ما يمكنش الحديث عن فن الطباعة الخشبية دون الحديث عن أعمال الفنان فرانشيسكو ديل بوزو اللي عاش وعمر طبعا فترة طويلة، هو من تصوروا عاش من 1891 إلى 1983، يعني مش فترة بعيدة هلبة، ودار أعمال هلبة من الرسومات على ليبيا، نشرت في عديد من المجلات في ذاك الوقت، وبعض أعماله تم عرضها في متاحف زي متحف لندن. أغرب رسوماته في على ليبيا كانت ما بين 1930 و 1931، وأكيد أعماله حتتذكركم بأعمال ورسومات الفنان المصري اللي هو استقر في ليبيا، محمد حجي، وهو أيضا فنان رائع جدا اشتغل على ليبيا، يجب أن نخصصوا له حلقة عنه وعن أعماله الرائعة عن ليبيا، حقيقة يستاهل بنادم يدير له حلقة. وللأسف يعني رسوماته كانت على ليبيا كانت تخدم موضوع التليب، لكن للأسف اللي قدموا له وزارة الثقافة وقتها الوطنية أصبحت وزارة قومية، وكل الكتاب مليء عن الوطن العربي والأمة العربية، وضاعت ليبيا في هذا الموضوع الجميل والشيق، وعلى أي حال حنخصص له حلقة بإذن الله. المهم على أي حال فرانشيسكو ديل بوزو كان ضابط في الجيش الإيطالي في الحملة الإيطالية ضد أهلنا في بنغازي سنتين 1912 و 1914، دار كتاب عن
رسوماته في ليبيا وفي تونس، طبع قبل يعني من قبل مستعمرات وزارة مؤسسة المستعمرات الإيطالية، وعماله في مجموعة من المتاحف أهمها متحف في أبروزو. وفي نفس الشيء الرسم عليه الخشب لغرض الطباعة في المجلات، نجد أعمال كثيرة مثلا لماريو كافاتشيزي المتوفي سنة 84، يعني عاش حتى هو مدة طويلة، وشخص قلدته هني شخصيا في أعماله النقشية في أكثر من مرة، طبعا لفرط إعجابي بأعماله، ككل أعماله المعروفة واللي دار فيها جهد كبير طلعت في المعرض متاع المستعمرات في باريس سنة 1931. هناك اللوحات الشهيرة لإدواردو ديل نيري اللي عاش ما بين 1890 و 1832، دار رسومات ومواضيع هلبة عليه ما بين طرابلس وبنغازي ومصراتة بالذات، وكان لمصراتة طبعا نصيب الأسد من رسوماته من الاتشينجز هادو والنقش على الخشب واللوحات الزيتية. وطبعا فنان حقيقة رائع جدا، وأعماله جسدت زي ما قلنا الغرض منها هو حديثنا هو عن الهوية البصرية الليبية في عين الآخر، لأن الهوية راهي تتعرف عن طريق الآخر، وهذا طبعا زي ما قلت لكم حنديروا عليه حلقة قائمة بذاته. المهم هذا بينقلنا لنوع آخر من الرسومات وهي السكتشات واللوحات. يعني حقيقة إدواردو قام بعدة معارض دولية، وقامت حكومة المستعمرات بطباعة كتاب ليه عن رسومه في مصراتة لغرض الإرشاد السياحي، وهذه كانت سنة 1932. توفى في نفس السنة هذه السنة، المهم سنة 32، لكن الرسومات اللي قام بها كانت من 1925 إلى 1930 وآخرها عن طرابلس سنة 1932. على ذكر السكتشات خلونا نشوفوا لوحات الفنان رومانو ديازي اللي لازم نوقفوا عليه شوية، وهذا اللي رسم مجموعة من السكتشات أغلبها لا تخفي إعجابها بشجاعة المحاربين التوارق. كم نتمنى نتحصل على هادو السكتشات هذه، لأن زي ما قلت لكم راهو يطلعوا للبيع مرة مرة الحاجات هذه. لوحاتها على إيني موهاغ، يعني هو نفسه مع عمره كان جندي في الجيش الإيطالي الغازي، لكن تم إحضاره من قبل رودولفو غريتزياني القائد العسكري الإيطالي المعروف ما بين سنة 1918-1922 من أجل توثيق مجريات الحرب في هذاك الوقت. على فكرة كان يتسمى كارتوني، يعني فنان ديازي هذا معروف برسوماته الكرتونية كذلك. خلانا ديازي هذا مجموعة رائعة من السكتشات تجسد المحارب الليبي في أوهى أبهى صور شجاعته، وما أخفاش طريقة الليبيين في حرب العصابات اللي دارها انتهجها الفرسان الليبيين ضد الغزو الإيطالي وتفانيه وحبه لوطنهم. بل ونرى كذلك سكتشات عن مدى الهلع اللي كانت تصيب الجنود الإيطاليين من هول ما يشوفوا فيه في هذه الحروب ضد الليبيين. لها عدة رسومات في الغرب الليبي كذلك، لكن أغلبها في المدينة والأسواق ونحوها. المهم ديازي عاش ما بين 1907 و 1976، يعني حوالي 69 سنة. كذلك أعمال الفنان واحد من الفن الاستشراقي الإيطالي جوسيبي بياسي اللي يعتبر أهم المصممين في القرن العشرين، تصميم مش غير الرسم بس، واللي لها عدة رسومات عن ليبيا منها لوحة المنارة اللي رسمها سنة 1927، وهذه اشتركوا بها في المعرض اللي قلت عليها، وبعدها لوحة الراقص من طرابلس حتى هي اشتركت في المعرض، ولوحة الفرسان كذلك، وهذا عاش ما بين 1885 و 1945، والفترة اللي عاشها في ليبيا كانت ما بين 1924 و 1926، على فكرة مش مدة طويلة يعني، لكن لم يكن أبدا مجند في الجيش الإيطالي أبدا. المهم كانت رحلته في ليبيا رحلة البحث عن الذات وعن أصله من جزيرة، طبعا هو أصلا من جزيرة سردينيا، وعلى فكرة هلبة من اللوحات اللي في مجلة الإلستروزيوني إيطاليانا عن ليبيا هي من تصميمه.
وكذلك كان فيه الفنان ماوريزيو رافا، نائب الحاكم العسكري في طرابلس ما بين 27 وال31. هذا حتى هو راه قصدي عالم تاني، خد لك يعني عسكري وذواق وفنان في نفس الوقت. المهم هذا مش موضوعنا بكرة. هذا كان كذلك صحفي وكاتب كذلك، وأحد مؤسسي الحزب الفاشيستي على فكرة. من أشهر لوحاته يعني كانت بيزاجيو دي نالوت، أو منظر عام لنالوت، ارتسمت سنة 28. عنده منظر عام لغدامس، رسمها سنة قبل مغادرتها لليبيا سنة 1931، وله لوحة شهيرة لشباب من طبرق رسمها سنة 1917. طبعا أكثر واحد رسم مع لليبيا هو بدون منازع، لو بننتقله لفنانين آخرين، أكثر واحد رسم مع لليبيا هو ماريو ريدولا. وطبعا هذا الفنان طبعا فائق الروعة. أكثر رسوماته كانت سنة 23 وتعالج إلى عند 1931. واللوحات الكبيرة اللي في المعرض اللي نتكلم عليه في البداية وأنا وريت لكم صورته كلها ليه، وهو يمثل المدرسة الاستشراقية بدون منازع وتتم لها في ليبيا. وعلى فكرة لوحاتها مازالت في المزاد العلني حتى اليوم، تباع بأثمان باهظة الحقيقة. أغلب أعماله عن الشرق الليبي، لكن عنده لوحات عن غدامس وجبل نافوسا وطرابلس والجنوب عموما. رسم رسمة التستمان الأحمر مرتين، مرة مع شابة مبتسمة والتانية شابة شاحبة، معروفة رسمة التستمان الأحمر، انشهرت هلبة من رسوماته. رسم بعدها منظر عام من جبل نافوسا، تكسوها جار النخيل هونه وجنانات الخضر وغيرها. رسم بعدها رسمة التحجيل، راقصة في الشرق ليبيا. بعدها وهذه اللي تشوفوا فيها قدامكم. بعدين نفس الشابة اللي مبكي رسمها بالتستمال الأحمر توا تلعب في الدربوكة. عندها عدة لوحات عن التحجيل، وزي ما قلت لكم هذه واحدة تانية منها. رسم في طرابلس لدة لوحات عن الحلقات الصوفية، أخرى لبائع الخضرة، وعندها هلبة هلبة لوحات، وأظن أنها طبع له كتاب بأعماله كلها، لكن للأسف ما عنديش الكتاب هذا. هذا ينقرنا لجينيو ألبيري اللي ما عاشش في ليبيا لكن عاش في مصر مدة 8 سنوات، لكن استلهم لوحات على ليبيا، وأشارها لوحة الرقصات الصوفية للمسلمين اللي رسمها سنة 1915، واللي اشتراها منها على فكرة ملك إيطاليا هذاك الوقت. وعلى فكرة هذا الفنان يعتبر امتداد لمدرسة الفنان الانطباعي البلجيكي الشهير فان بروجي، كان ينطق فيه صح طبعا، هذا فلامون اللغة متاعه فنطق الله أعلم به، واللي تتلمد على يده ماريو هذا بوتشيلي اللي عاش ما بين 1893 و 1951، محامي ورسام ومغامر. المهم رسم لوحته الوحيدة عليه غرار مدرسة بول سيزان الانطباعية بعنوان أزقة المدينة سنة 1931. وعلى فكرة هذا الفنان تم سجنه في تونس وغادرها متجه للولايات المتحدة، لن توفى يعني، عاش غادي في أمريكا لين توفى، واللوحات متاعها مازالت في ملك أسرته، يعني من الصعب جدا تلقاها. الفنان بلسامو بالرغم أن كل لوحاته متواجدة في إستيتيوتو إيطاليانو بير الأفريكا لوريانت أي لوريانت لوريانتي، اللي هي المؤسسة الإيطالية لأفريقيا والشرق، حقيقة بالرغم من وجود كل لوحاته غادي، لكن ما فيش معلومات هلبة عن الفنان غير أن كل لوحاته رسمت في ليبيا قبل سنة 1931. رسم ثلاثة لوحات بالميزو أو نخيل، واحد نخيل، ولوحة الجمال وأرواحها لوحاتها، لوحة الشيخ والطفل في الشارع لبائع الحمام ليبي، وكلها موقعة سنة 1930 مرة أخرى لغرض المعرض الدولي للمستعمرات هذا اللي تكلمنا عليه. كذلك الفنان أنطونيو باريرا
طبعا والده حقيقة إسباني لكنه ولد ونشأ في إيطاليا، وشارك في الحملة الإيطالية العسكرية على ليبيا كجندي، وهو رسام وكاتب طبعا مسرحي. ترك لنا مجموعة من اللوحات عن طرابلس المدينة القديمة والسكان، منها هذه اللوحة المعنونة باسم الظهرة اللي رسمها سنة 1930. ما ننساش ميلز مدير الفنون والصنائع، كان خزايفي ورسام هو كذلك، وهو صديق مقرب من أنتونيو باريرا، وحنتكلم عليه هلبة لما نتكلم على مدرسة الفنون والصنائع إن شاء الله في الحلقات خاصة. وعموما هو ما شاركش هنا في المعرض هذا، فمش حنتكلم عليه توه بحكم أنه هو ما كان مستثنى من هذا المعرض. كان كذلك الفنان رافائيل بوغليزي، اللي الحقيقة لا نعرف عنه الكثير من المعلومات سوى رسمه للوحة احتفال طرابلس سنة 1930، واللي تبدو شكل حضرة ليلية. على فكرة الحضرات والصوفية كانوا موضوع لوحات هلبة، موضوع تصوير، موضوع حتى تسجيلات صوتية. كانوا الغرب جدا جدا يستلهم أشياء كثيرة جدا من الحضارات الصوفية، الحضرة الصوفية في طرابلس. على أي حال، في هذه اللوحة تبدو على شكل حضرة ليلية أمام مسجد جورجي، وهذا زي ما قلنا موضوع يثير فضول الفنانين والمصورين الغربيين بكثرة. بعدين فيه الفنان فرانشيسكو كارارا أو كاريرا، رسم مجموعة من اللوحات عن طرابلس حوالي سنة 1930، منها المدينة القديمة، لوحة المصلين، زي مثلا زي ما قلنا لوحة في طرابلس، وعنده لوحة للمصلين في بنغازي، وعنده لوحة شارع في سبها، وفيه هلبة المهم من أعماله. فيه طبعا السكتشات، والبعض يسمي فيهم لوحات، الفنان ماسيو كاسادي اللي أغلبها طبعا عن مدينة طرابلس، واللي تبدأ من سنة 1938 وتنتهي سنة 1942، وكلها مهمة لأنها تصور أكثر أماكن لم تعد موجودة اليوم أمام اللي إما طبعا يا إما تم هدمها بسبب الحرب اللي بين الإيطاليين والليبيين، أو هدمتها إيطاليا بعدين بغرض التوسيع وبناء طرابلس الحديثة. بعدين فيه الفنان غويدو كوليتشي أو غوليتشي غويدو كوليتشي اللي عاش ما بين سنة 1877 و 1949، حياة طبعا مليئة بالرسمات والعطاءات الفنية، اللي رسم سنة 1914 سلسلة من اللوحات عن أسواق طرابلس، طبعا قمة في الروعة الحقيقة. يعني حسب الموسوعة الإيطالية شارك في معرض كبير في عن الطباعة الخشبية بمجموعة 20 لوحة كلها لطرابلس سنة 1914، وعلى فكرة كان عسكري في الجيش الإيطالي الغاسي هذاك الوقت، توفى في مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. كذلك فيه الفنان فانتشيلي أو إم فانتشيلي، اللي ما نعرفوش عليه هلبة، لكن من الواضح أنه رافق خوتنا التبو واتقى حياتهم بدقة، يعني قمة في الدقة والتفاصيل، ورسم الناس والمباني متاع مدينة الكفرة والحلي وغيرها، وأغلب أعماله اندارت ما بين 1930 و 1932، ولهذا شاركوا بهم في المعرض الدولي هذا اللي تكلمنا عليه. وكذلك فيه اللوحات للجندي راؤول فلانغولو، إن شاء الله ننطق الأسماء هذه كلها صح. المهم محفوظة في مركز الدراسات الإشراقية في روما، ودارها لغرار ستايل متاع الأرت ديكو. الأرت ديكو قداش يعجب فيه طبعا ستايل هذا من الرسومات، ونلقوا به زي ما قلنا مبكري الأرت ديكو داروا به راهو سكتشات هلبة، اللي هي تمتاز بالألوان متاعها تكون فلات كلها، يعني قطعة واحدة من اللون، ما فيش تدرج لوني ما في شيء. المهم وهو من الأشخاص اللي صمم الكثير من البوسترات على فكرة، والكرتولينات الكرتولينات لما البوستكارتات هادو اللي نبعتوا فيهم في المراسلات وغيرها، وهي طبعا جدا رائعة، نجد أغلبها عن المناطق الواقعة ما بين غريان ونالوت جبل نافوسا، وبعدها دار فغدامس والجنوب الليبي في العموم.
المهم اندارت لأغراض سياحية. وعلى فكرة شارت زي ما قلنا حركة الارت ديكو اشتهرت ما بين العشرينات حتى الستينات، وكان الطلب عليها حقيقة كبير هلبة في الاربعينات، واغلب هذه الرسومات كانت في سنة 1942. ولهذا نجد الكثير من البوسترات السياحية زي ما قلنا لوزارة السياحة الإيطالية على هذه الشاكلة، لأن اندارت في العشرينات على هذا الستايل. باش ما نطولش عليكم، حنسرد أسماء أهم الرسامين اللي خدموا عليه ليبيا ورسومها وأهلها والناس متاعها وعاداتها وتقاليدها. منها سلسلة من الرسومات نجدها في مجلات الاستعمارات الإيطالية حوالي سنة 1900، مجلة الاستعمارات الإيطالية سنة 1941 موقعة باسم دي أمروزو، ولكن ما لقيناش يعني عليها شيء في الموسوعة الإيطالية حقيقة، وأغلبها عن حياة البدو في الحل والترحال. وكذلك فيه رسومات شكون تاني، دومينيكي دو برناردي رسم مجموعة من بوست كاردات كذلك، والكارتولينات على فكرة تكلمت عليهم هلبني في الحلقة الخاصة بالكارتولينات عليه مدينة طرابلس من خلال المعرض الدولي اللي أقيم سنة 1934، والفنان جابريالي فابريكوتي، والفنان جويلو مارشيتي، وبومبيو مارياني، وطبعا فنان مشاهد الحرب والبروباغندا الانتصارات الإيطالية إدواردو ماتانيا. هذا طبعا ديما الإيطاليين منتصرين وسيفهم ما يتكسرش زي ما يقولوا وحصانهم ما يدهشش. وكان رفيقه في البروباغندا ماريو مانيني ودانتي باولوتشي وجوسيبي توماسيني، هادو كلهم فنانين البروباغندا بامتياز، يعني ديما يتكلموا على الانتصارات الإيطالية وغيرها. على فكرة هذا الأخير جوسيبي توماسيني كان طيار في الجيش الإيطالي، وكان أغوستو فالي، كلهم فنانين بروباغندا زي ما قلنا بامتياز. وكان في فنان يعني كان منبهر بجبل نفوسة بامتياز اللي هو غويدو ريتي، اللي أبدع في رسم قصور الجبل واللباس والحلي والأماكن بتاع جبل نفوسة عموما. وبعدين فيه الفنان الرائع جوسيبي رونديني اللي رسم الكثير من البورتريهات الليبية، وفيه الفنان جيوفاني فاريلي وتيودورو فنان الانطباعي هذا جوفاني فاريلي وتيودورو فيراري، وهو كذلك رسم لوحات كثيرة عن ليبيا وأغلبها طبعا مشاهد عامة وطبيعة وإلى آخره. والفنان طبعا اللي يبي حلقة بروحه إدواردو خيمين، اشتغل طبعا لصالح الإيطاليين، ولوحاته الشهيرة عن مقهى طريق الشط سنة 32، وهذا فنان بروباغندا بامتياز، لكن لوحاته بعد استتباب الأمور للإيطاليين كانت لوحات قمة في الدقة والإتقان الحقيقة. يعني زي ما قلنا هو فنان بروباغندا، والموضوع متاع الغزو الإيطالي والأشياء اللي جابها لليبيا من تنكيل بأهنا والآخره موضوع آخر، لكن لما يكون في فنان أو عمل فني يجب الحقيقة الإنصاف والحديث عنه بإنصاف. طبعا ما ننسوش السكتشات اللي بس تقليدي الليبي للفنان والرحالة أوتوري إيغوانتو إغنوتو سامحوني، وهذا الأخير عنده مجموعة من البورتريهات المهمة الليبيين. المهم إلى هنا نبي نكمل الحلقة اللي هي جدا مهمة جدا أن احنا نعرفه ونحصه. احنا في مؤسسنا درنا إحصاءات مش هلبة حسب القدرات متاعنا كمؤسسة غير ربحية، ولكن في مؤسسات تدعم فيهم في ليبيا، في ليبيين هلبة ياخذوا في معاشات، يا ناس حللوا فلوسكم ديروا بحوث على ليبيا، في ليبيين هلبة يتكلموا كذا الإيطالية والفرنسية وغيرها، ديروا بحوث على الحاجات هذه. الدولة ما تعبوا عليها شيء، الدولة متاعنا للأسف شديد دولة فاشلة، أهمها جمع الريع والفلوس وصرفها وخلاص بدون أي هدف بدون أي مشروع. رحم الله عبد الرحيم عبد الحميد البكوش، وهذه الحلقة أهداء لي لأسرته لأنه هو الإنسان اللي اهتم بليبيا وبالتليب في ليبيا، وأهداء لكل الحلقات اللي ندير فيهم لخالي فاضل المسعودي
الله يرحمه رحمة واسعة، وهو أب التليب في ليبيا، صاحب جريدة الميدان، واللي كان ديما ينادي بالعودة للحضارة الليبية والثقافة الليبية، واهتمام بليبيا اهتمام كلي. على فكرة أنا نقول خالي، اللي احنا نقول أمازيغ خالي، ولا هو طرابلسي وأنا جبالي، فالموضوع مش مرتبط ببعضه من الناحية العرقية، ولكن نعتبر فيه أب روحي بالنسبة لي، وكنت أنظر فيه قبل وفاته الله رحمه كثيرا. وفاضل مسعودي حقيقة قدم الكثير لليبيا، وكان أول المستهدفين من قبل القذافي، طلع شهر واحد بعد الانقلاب العسكري على ليبيا. نخليكم لنهاية هذه الحلقة، ونعدكم حنتكلم عن الفن والفنانين اللي يجوا في ليبيا ورسموا في ليبيا وقدموا أشياء كثيرة على ليبيا عبر التاريخ، مش بس المتعلقين بالمعرض هذا بتاع سنة 1931. إلى هنا تنتهي الحلقة، وإلى اللقاء إن شاء الله. صحيتم، السلام عليكم.